على كل حال انا مش عايز اطول، لكن انا ارجع تاني اشكر كل الناس اللي حسستني ان انا شيء بسيط يهمهم، واتمنى يا رب اكون على قدر هذه الثقه. وبقول يا جماعه انا بوعد نفسي قبل الاخرين، اذا كنت انسان قوي انا مش هحفل على حد، يا رب كلنا نعمل كده. اعتقد دي نصيحه مهمه جدا ودرس مهم بياكد عليه المهندس عدو.